صباح الخير. اليوم مع ريما عامر دائما بتغير لنا اجواء الرياضه ببرامج مختلفه. اليوم ركله. صباح الخير. صباح النور. كيفك؟ عليك الحمد لله. ركله اليوم لمين بقدر؟ لاي حدا في البيت. هي عباره عن فنون دفاع عن النفس على الموسيقى العربيه. برافو، تفضلي. جاهزين معنا اليوم ساره وشادن، رح نعمل برنامج ركله اللي هو من فنون الدفاع عن النفس بس على الموسيقى. اول شيء بنحط ايدينا هون، بنحط الاصبع الابهام فوق، نعيد الموسيقى من الأول، نشد بطننا لجوا. راح نبلش نشد هون، ضروري نضلنا شادين لجوا. راح نبلش لكمات لكمات، كمان هلأ أقوى. بعدين راح نرفع ركبة ودفاع، كمان مرة لكمتين من الكتاف، ركبة دفاع، كمان مرة. ويلا، كل ما قوينا كل ما حرقنا. ركبة دفاع، كمان مرة لكمتين، ركبة. هلأ من هون لكمتين لقدام ونغير من عند الكتف، اللكمة بتيجي كمان. كل ما قوينا كل ما حرقنا. هلا جامبينج جاكس، ايدي لفوق او هون، ونحاول ندفش الكعب لارض كمان. مقص، ايدي هون، الكعب على الارض، نشد عضلات المعده كمان، نشد منيح. هلا نرجع لورا هون، خطاف لفوق، صاعد، ركبة ركبة، أربع ركب لقدام ونرجع. هلا الجهة الثانية هون، صاعد، ركبة، أربع ركلات ونرجع لورا. هلا نفتح لبرا، نرجع، خطاف هون، ركبة، أربع ركلات، نرجع الجهة الثانية. ويلا، ركبة، أربع ركلات ونرجع. هلا هون نفتح كمان. هلا بنضل نركض هون زي تبعون كرة السلة. هلا كابويرا من هون، رح نرجع لورا. علي الصوت شوي، نرجع الايد لورا كمان. هلا بنوقف هون، ننزل لتحت، بعدين بننط هون كمان، نطلع لفوق، نرجع لورا ومننزل لتحت. ايدي هون كمان، ننزل لتحت هون، نطلع كمان، بنمطها، نرجع لورا كمان. ايدي هون، ننزل لتحت كمان، ايوه، نرجع هون، ننزل لتحت. جاهزين تنطوا معنا؟ يلا كمان كمان. هلا نرجع هون ضربتين ويلا، ايوه، ضربه. كل ما ضربنا كل ما حرقنا كمان. هلا من هون وبعدين جامبينج جاكس كمان كمان، ايوه،
ايوه كمان للاخر كمان وننهي ممتاز. هلا الثانيه نطلع هون لقدام ايدي هون شهيق وزفير رح نعمل لكمه لكمه خطاف وركله جاهزين دفاع لازم ناخذ شهيق وزفير طول الوقت من هون ننهي هون جاهزين يلا لكمه لكمه خطاف ركله كمان نغير الرجل ايوه كمان خطاف شوفوا اللكمات ايوه اخر مره نغير الرجل هون شوفوا لورا كمان مره لورا ايوه كمان طلعوا لورا لما تعملوا الركله خلفيه هلا نغير الرجل هون لورا ايوه لورا كمان اخر مره هلا رح نعمل سيف شوفوا هون سيف سيف ندفش الركبه ندفش كمان ركبه كمان هلا بناخذ من هون خطاف الركله الاولبيه هون كمان كمان هلا من هون ننزل لتحت رح نعمل سكين كمان نشد المعدة أقوى كمان كل ما قوينا كل ما حرقنا جاهزين نركض نروح على الجانب هون صاعد الركلة أمامية صاعد أيوة يلا كمان برافو كمان بدنا نعطيها قوة يلا من هون كمان هلا من هون ركض لجوا ولبرا اسرع كمان وننهي هون برافو هلا لازم نعمل كول داون من هون نفتح رجلينا وننزل لتحت عشان ننزل نبض القلب جهة تانية رح نعمل فنون كونغ فو من هون ناخذ شهيق وزفير لقدام كمان ننزل لتحت هون وشهيق ندفش الايدين لقدام هون اخر مرة وزفير هلا من هون ناخذ دفاع جانبي على الجنب كول داون من الكونغ فو كمان لتحت هون هلا بدنا نلف الرجل لهون وناخذ الايدين لقدام ونسحبها لفوق نغير الجهه الثانيه شهيق وزفير لتحت هون هلا من هون ندفش الايد الكوع لفوق وننزل لتحت نرجع نطلع لفوق حاول نرفعها لفوق هون وننزل لتحت شوي شوي
زي كأنه عم نفشها لتحت. بنغير الجهة الثانية. كوع فوق وننزل لتحت. كمان حاول نتفش الكوع لفوق بقوة طبعاً وننزل لتحت هون. هلا بدنا نسنتر ايدينا هون ونعمل وستريتش هون. بالايد الثانية نتفش لقدام ونعمل ستريتش هون. هلا بدياكم تقربوا رجليكم بهذا الشكل من هون لجوا ولبرا، ونحط الركبة جنب الركبة، نرفع الإيد هون، إيدي هون مشدودة، وبعملها زي دفاع عن النفس. طبعاً توازن. نغير الإيد الثانية هون، الرجل نمسكها، نحط الإيد قدام ونرفعها لفوق هون. هلأ من هون بدي تحطوا إيديكم هون ونرفع لقدام هون، وناخذ شهيق وزفير. اشكر ساره واشكر شادن، كانوا معنا اليوم ببرنامج ركله. ان شاء الله نشوفكم بالاسبوع الجاي ببرامج جديده، سواء مع الاطفال او برامج حركه.